مشاهدينا للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. دكتور رامي برحب بحضرتك معنا في هذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بكم بحضرتك كل السادة. يعني الآن السيناريوهات والمعطيات كلها تقول أن احتمالية حدوث حرب إقليمية أصبح واردا وبكثرة أو بشدة في هذه الأيام. إذا تحول الصراع الحالي دكتور رامي إلى حرب إقليمية، ما هي السيناريوهات أو تداعيات وخطورة ذلك على المنطقة بأكملها؟ يعني هو طبعا سيناريوهات حدوث حرب إقليمية هي يمكن تكون في مؤشرات لها، لكن في نفس الوقت في مؤشرات ربما تنذر بعدم حدوثها خاصة بعد مقتل الثانوية. الحاجة هنا الأساسيات اللي طبعا للأسف إن خلينا في الافتراض الأول إن لو حصلت حرب إقليمية للأسف فندم المنطقة اللي فيها بؤر الحرب دي منطقة مهلهلة أو منطقة غير مستقرة بالأساس أو غير محصنة أمنيا وسياسيا، اللي هي البيئة الإقليمية للشرق الأوسط، إن هو بيضم أكثر من دولة، هو للأسف دلوقتي تصنيفهم دول فاشلة بسبب انتشار الصراعات وانتشار تهريب السلاح وانتشار تدفق تجارة المخدرات. وبالتالي المسألة هنا لو حصل صراع امتد ولم يتوقف وحصل اتساع لرقعة الصراع، سهل جدا يحصل حاجة اسمها عدوى انتشار الصراعات وانتشار البؤر الإرهابية. طب هنا دكتور رامي نتحدث عن التحديات التي ستواجه دول مجاورة إذا توسعت هذه الحرب أو إذا يعني حدثت حرب إقليمية. هي التحديات للأسف اللي هتواجه الدول المجاورة هي بتكمن في تحديات الاستمرار أو البقاء، لأن أي حرب إقليمية بيبقى لها تكلفة، والتكلفة هنا في دول للأسف ما تقدرش تدفع فاتورة التكلفة الاقتصادية للحرب دي، ومش بس كده حتى الفاتورة الأمنية أو الفاتورة السياسية. في دول عندي للأسف فيها صراعات مسلحة دلوقتي، وبالتالي في نفس الوقت الدول دي لو اتسعت رقعة الصراع هي مش هتبقى عامل لوقف انتشار الصراع، ده هتبقى عامل داعم لانتشار الصراع بالأساس وتهديد الأمن الإقليمي لمنطقة بالكامل اللي هي منطقة الشرق الأوسط، خاصة وإن اتساع الحرب ده بالتأكيد هيجر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عسكريا لبصرة عمليات الشرق الأوسط. ليه يا فندم؟ لأن بهدف الحفاظ على مصالحهم. الولايات المتحدة الأمريكية لها قواعد عسكرية مليانة في الشرق الأوسط، لها مصالح استراتيجية في الشرق الأوسط، وبالتالي من منطق الدفاع عن المصالح الولايات المتحدة الأمريكية هيكون لها تواجد عسكري أكبر لو لا قدر الله حصلت الحرب الإقليمية دي. لكن هنا السؤال يا فندم، أي حرب إقليمية بيكون ليها أطراف متكافئين على الأقل في القوة. هنا الطرف يعني يمكن أو المقصود بوجود حرب إقليمية هي الحرب ما بين إيران وإسرائيل على سبيل المثال، لكن ما بين السطور هل هنا السؤال الأهم، هل من مصلحة إيران الدخول في حرب مع إسرائيل والعكس؟ يعني هل من مصلحة إسرائيل الدخول في حرب مع إيران؟ أعتقد لا، لأن وجود إيران نفسه هو يمكن إسرائيل دلوقتي بتحاول تقود أذرع إيران بالقضاء على حزب الله وحماس، لكن وجود إيران كدولة هو في حد ذاته بيخدم على مصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لأن بدون وجود إيران الولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش هتقدر تبيع سلاح لدول الشرق الأوسط، ولا كان هيبقى في ذريعة لوجود قواعد عسكرية أمريكية بالأساس في الشرق الأوسط. حتى أن في هذه الآونة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسعة الصراع أكثر من هذا، ربما لأجل مصالح مشتركة بينها وبين بعض الدول أو بسبب الانتخابات الأمريكية التي أصبحت بعد أقل من شهر أو ربما شهر تقريبا على الانتخابات الأمريكية. هو طبعا الانتخابات الأمريكية فرض قيود على التحركات الإسرائيلية بالأساس، لأن إسرائيل مش من مصلحتها أن هي توجه ضربات لإيران دلوقتي، وحتى لو هتوجه كان في بعض المؤشرات اللي بتقول أن هي هتوجه للمنشآت النفطية، ده ما تقدرش إسرائيل تعمله، لأن لو وجهتها للمنشآت النفطية ده هيترتب عليه غلو سعر النفط على مستوى العالم، والحاجة الثانية في دول أخرى هتتضرر زي الصين وزي روسيا، لأن هم اعتمادهم النفطي بيبقى بشكل كبير على إيران، وده هيعمل أزمة في النظام العالمي أو أزمة اقتصادية عالمية بالفعل. ربما اللي بيدفع ثمنها هنا يتم استغلالها في الأجندة الانتخابية ضد الحزب الديمقراطي بشكل عام، بأن الحزب الديمقراطي مرشحينه هم مندفعين أو دراسات الجدوى اللي بيعملوها بتبقى غير واقعية، وده إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بتتجنب حدوثه وبتضغط على إسرائيل لتجنب حدوثه. عشان كده البديل الثاني أن يتم توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية للمنشآت العسكرية في إيران، وبالتالي ده ربما يكون مطروح. لكن سلسلة الاتصالات اللي حدثت في الفترة الأخيرة خاصة ما بين مصر وإيران ومصر والسعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية هي بتعكس سعي إيران
لعدم وصول الوصول على حافة الهوية أو حافة المواجهة مع إسرائيل، وبالتالي ممكن يتم التعويل عليها بالاكتفاء الإسرائيلي بما حققه. للأسف يعني من وجهة نظر إسرائيل هو نجاحات طبعا التخلص من قيادات بعينها والمكاسب اللي بتحققها للأسف في نطاق سياسة الأرض المحروقة سواء في غزة أو في جنوب لبنان، دي تعتبر كلها مكاسب إسرائيلية. وكأن الفترة المقبلة ممكن تشهد عدم دعم إيران لوكلائه مقابل اكتفاء إسرائيل بما حققته من مكاسب على أرض الواقع، مقابل كده عدم قيام إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران. طيب هنا في هذه في هذا الإطار تحديدا دكتور رامي، يعني تحدثت عن هذه السيناريوهات ما بين 2023 شهر أكتوبر حتى شهر أكتوبر 2024، حدثت العديد من الأحداث الكبيرة كما تحدثت، التخلص من بعض القيادات بعينها، هل هذا خلق سيناريوهات جديدة؟ هل استحدث شكلا جديدا لشكل الصراع الحالي؟ ممتاز، اشكر جدا حضرتك على السؤال ده، سؤال اكتر من ممتاز. بص يا فندم، مقتل السنوار واسماعيل هنيه وحسن نصر الله هو بيمحو حجج اسرائيل للاستمرار في اطلاق النيران. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ان كانت الولايات المتحده الامريكيه ومصر بيضغطوا على اسرائيل في ان هم يدخلوا في تفاوض. اسرائيل كانت بتتحجج انا مش داخله في تفاوض طالما السنوار هو اللي بيمثل الحركه، لان هو مهندس ما حدث في 7 اكتوبر وفي نفس الوقت مش بيعترفوا بيه. طب بالقضاء على القيادات دي، اسرائيل ملهاش اي حجه في التنصل من الوصول لحاله من التفاوض مع سلطه حماس او حركه حماس. عشان كده ربما يكون السيناريو الاكثر رقحيه ان اسرائيل تلجا ليه او يحصل ضغط امريكي على اسرائيل للجوء للتفاوض. عشان كده قبل ما الضغط ده يحصل لازم اسرائيل تحقق نجاحات على ارض الواقع من خلال ضم اكبر قدر ممكن من الاراضي، وربما يكون اسرائيل طموحها في ضم قطاع غزه باكمله. لكن حتى كمان في الداخل الاسرائيلي اليمين المتطرف شايف ان هو في مهمه الهيه، المهمه دي هي التخلص من المقاوم الفلسطيني، لان المساله هنا في توظيف للتحريفات الدينيه بشكل كبير جدا في ممارسه اليمين المتطرف في السياسه الاسرائيليه. لكن سياسيا اسرائيل تخلصت من القاده اللي هي قالت اتحججت بعدم لجوءها للتفاوض بسبب وجودهم في التنظيم نفسه. طب دلوقتي خلاص ما بقاش في لا اسماعيل هنيه ولا السنوار، حجه اسرائيل ايه لعدم التفاوض مش موجود؟ عشان كده ربما يكون الفتره المقبله الولايات المتحده الامريكيه ترتقي ان هناك ضغط، لازم يكون في ضغط على اسرائيل لوقف اطلاق النيران، عشان واحد ده يتم استغلاله في العمليه الانتخابيه لصالح الحزب الديمقراطي بان هو حقق السلام بالفعل، سلام مؤقت او سلام زائف في الشرق الاوسط. اثنين، ان يحصل يعني بلوره بقى او الحفاظ على ما حققته اسرائيل من مكاسب من خلال سياسه الارض المحروقه وعدم الوصول لتداعيات اخرى ربما تكلف اسرائيل ايضا ثمنا باهظا، وبالتالي من خلال ايه؟ من خلال ان الحرب دي لو توسعت، وفي نفس الوقت ان قيام اسرائيل بالرد على ايران ده مش معناه ان ايران هتقف مكتوفه الايدي، لازم ايران تحافظ على حفظ ماء الوجه، وبالتالي مش يعني المساله الولايات المتحده الامريكيه عايزه مكسب يتم الحفاظ عليه عشان الانتخابات الامريكيه، وفي نفس الوقت اسرائيل تحتفظ بما حققته من مكاسب، ما تنتهكش اي انتهاك يضيع المكاسب اللي اسرائيل حققتها من وجهه نظر اسرائيل. وصلت الفكره بهذه المعطيات، بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره، كنت معنا في هذه التغطيه عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.